لو سمحت لي بس هي رساله احب اوجهها لجمهور النصر لأشكرهم اشكرهم حقيقه من خلالها على ما قدموه لمحمد في خلال المرحله الماضيه اقول للمحبين اشواق والشوق للقاء الله اعظم وبينهما وصال وصال الدعاده انا حذكرهم احد واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون التوفيق قال النصر ان شاء الله